روح مارينا دلوقتي زميلنا العزيز مينا بشرى عمل حوار كده جميل، تعالوا نشوفه ونتابعه مع حضراتكم مع سارة أرشر. سارة أرشر هي ملكة جمال بريطانيا وهي من أصل عراقي. نشوف الحوار اللي أجراه زميلنا مينا بشرى مع ملكة جمال بريطانيا. هي ملكة جمال بريطانيا لسنة 2014-2015 ونرجع لكم مرة تانية. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. ذات أصول عراقية بدأت رحلتها مع عالم الجمال منذ عام 2008 حتى وصلت إلى ملكة جمال بريطانيا عام 2014-2015. درست أيضا العلاقات الدولية السياسية بلندن إلى جانب المشاركة مع الجمعيات الخيرية العالمية والمشاركة في الأعمال الإنسانية. إنها ملكة جمال بريطانيا عام 2014-2015 سارة أرتشر. سارة بنرحب بك معنا على شاشة أون تي في ومنورة مصر ومنورانا بالتأكيد. شكرا بنوركم. شكرا. أهلا بك. لو سألتك في البداية عن رحلتك، يعني أنت بدأتي مع رحلة مع عالم الجمال تحديدا منذ عام 2008 واستمرت ما بين المحاولات والصعود والهبوط حتى وصلت بعد كده إلى ملكة جمال بريطانيا 2014-2015. هو في 2008 كان عندي 17 سنة وقلت أقدم عشان ده السن اللي بعرف أقدم الملكة جمال إنجلترا، وقدمت وكسبت مس بورتسموث ووصلت للنهايات، بس ما كسبتش عشان ممكن كنت صغيرة وكان في حد ممكن عنده experiences أحسن مني. وبعدين خلصت دراستي وقلت أقدم مرة تانية، فقدمت مرة تانية وكسبت، فكنت مبسوطة قوي وأهلي كانوا مبسوطين وأصحابي كانوا مبسوطين عشان دي فخر كبير، مش بس عشان الإنجليزية بس عشان أصولي عربية. فإحنا كعرب نثبت نفسنا في أوروبا دي حاجة يعني فخر كبير. طب كان انعكاس فوزك بحاجه زي كده انعكاسها ازاي على العيله والاسره والاصدقاء؟ يعني انت ذكرتي نقطه مهمه ان انت ذات اصول عربيه تحديدا اصول عراقيه، ده كان تاثيره ازاي على الاسره يعني الاسره الكبيره والصغيره العيله واصدقائك؟ الصراحه هو اهلي على طول تعبوا معايا، يعني على طول يدعموني في كل حاجه، وانا بدونهم ممكن ما اوصلش الحاجات اللي انا وصلتها، فاشكرهم كتير راح ابقى ممنونه ليهم طول عمري. واصدقائي على طول برضو يساعدوني، ويعني عشان في المهنه دي تحتاج الناس القريبين عنك على طول يدعموك، فبشكر اصحابي واهلي كتير. بس برضو يعني في تأثير كبير عشان 24 ساعة في شغل، 24 ساعة لازم أعمل حاجات، لازم أسافر، وأنا ما ارتاحش على حد من أهلي مش معايا، عشان خصوصا أمي عشان هي تساعدني وبرضو مديرة أعمالي، ويعني ففي تأثير عشان شوية في تدخل في حياتهم عشان هو يدعموني، بس يعني هم مبسوطين ليا قوي عشان انا بحقق احلامي. طيب سارة، انت زرتي مصر اكتر من مره واتقابلتي مع شيخ الازهر مع البابا ايضا بابا الكنيسه الارثوذكسيه، لو سالتك بشكل عام انطباعك عن مصر دلوقتي؟ انا انطباعي عن مصر انا بحبها قوي. انا كنت باجي مصر مع اصدقائي، كنا نيجي مصر لازم نزور مصر مره في السنه عشان بنحب شرم الشيخ قوي ونحب الغردقة قوي، ومصر فيها حاجات احنا ما عندناش هناك في بلدنا، ويعني كل حاجة فاتحة 24 ساعة والناس، ويعني طيبة الناس موجودة هنا قوي، فكنا نيجي وننبسط عشان برضو نشوف حاجات ما شفناهاش، نروح هورس رايدنج على الخيل، نروح في الخيل جنب الهرم، فكسياحة مصر يعني كنا مبسوطين فيها قوي. وانا بكبر يعني بعدين لما دخلت المهنه بتاع التمثيل والفن وكده، مصر حاجه مهمه عشان هي يعني زي الهوليوود بتاع هوليوود الشرق. هوليوود الشرق فيعني مهم قوي انه الفنان يكون من مصر.
طب انت تحدثت كتير عن السياحه تحديدا في مصر في ضوء الاوضاع اللي حصلت حاليا والفتره الماضيه، شايفه ايه الدور اللي ممكن تقدميه لمصر في هذا الجانب السياحه؟ احنا صحيح عندنا كانجليز الامبسي بتاعتنا السفاره بتقول ما ينفعش نسافر مصر، بس انا بعرف طيبه المصريين وبعرف انه الحوادث اللي تحصل ما تحصلش بس في مصر، دي حادث واحد يعني بتاع الطياره، حادث واحد حصلت وممكن ضربت السياحه وانا مش مبسوطة منها خالص. بس برضو في فرنسا حصلت حادث، في انجلند حصلت، في امريكا ما تشوفش الناس يبطلوا يروحوا هناك، لسه في طيارات تروح هناك. فطبعا انا شوية زعلانة من السياسة الدولية عشان لازم تحافظ على الاكونومي، الاقتصاد بتاع مصر، عشان اي حاجة يحصل في بلد مهم في بلد تاني الانجليز بيحبوا يجي هنا على طول. وانا فينا والحكومه عامله حاجه حلوه هنا المصريه ديسكفر ايجيبت، تمام، يعني في حاجات حلوه كتير بيحاولوا يقدموها لبلدهم المصريين، ويعني المفروض الحاجه دي ما نخليهاش تهزنا، وان شاء الله السياحه ترجع مره تانيه باذن الله. طب انت ليكي مشاركه في الأعمال الخيرية والإنسانية العالمية بشكل عام، خاصة في الدول اللي بتعاني من حالات الحروب والنزاعات، إيه الدور اللي أنت بتحب تقدميه في هذا المجال، وإيه أكتر الأماكن اللي أنت زرتيها وبتتمني أن أنت أماكن أخرى بتتمني تزوريها خلال المستقبل؟ أول حاجة أرجع على سؤالك بتاع البوب توادروس. أنا شفت البوب توادروس، كنت مع البوب فرانسيس كتبت له رسالة، وكنت مع الأرش بيشوب توما، ده الأرش بيشوب بتاع السيريك تشيرش هناك في إنجلند، وبرنس تشارلز برضو راح زارهم. كنت مع أحمد الطيب والشيخ الكرداسي، نعم، والشيخ الكشميري والسيستاني، ورحت زرت كل الفروع الدينية دي، أوكي، والجويش، كل الدينية زرتهم. وفي نهاية اليوم أنا رحت زرتهم ليه؟ أنا رحت زرتهم عشان أخذ يعني في الدين الإسلامي فتوى، في الدين المسيحي أدفايس، أوكي؟ نصيحة واستشارة، تمام. طبعا الدين المسيحي هو جيسوس المسيح، هو الوحيد اللي ما استعملش العنف، طول عمره بيستعمل الطيبة والحنية في كل حاجة هو يعملها. فالستراند المسيحي كلها السلام، ولازم نتعاون مع بعض. وبرضو الفتوى المسلمة برضو قالت نفس الحاجة، احنا كلنا الإسلامية احنا كلنا مع بعض ولازم نتعاون. واليهودية برضو في نهاية اليوم احنا كلنا المفروض، دي حاجة كانت انا بلح عليها مش كدين، بس ان احنا كلنا تابعين الحد من دول، هما ديطونا حاجة احنا لازم كلنا نكون مع بعض، وما نخليش الحاجات اختلافاتنا تبقى مشكلة. فده أول حاجة عملتها وزرت بلدان البلدان كتير. يعني انت بتبحث، يعني بتدور على قيمة التسامح في الأديان، ووصلها ليكو لينا كشباب، عشان ساعات ممكن نضيع نفسنا في الدنيا دي، ولازم نرجع للدين، لازم نرجع لله، لازم نرجع لحاجة. فكل الأديان تقول نفس الحاجة، يعني دي حاجة لازم نبروزها، أحمد الطيب قال ونخليها، يعني دي حاجة لازم كلنا نتعاون مع بعض. هل ده يعني البحث عن قيمة التسامح في الأديان السماوية، هل ده مرتبط بالرسالة الإنسانية والمشاركة في مناطق الحروب والنزاعات؟ طبعا، عشان دلوقتي في كتير حروب، وانا ما اعرفش احنا يعني عايشين في the 21st century، يعني عايشين في جيل عندنا انترنت، عندنا تكنولوجي، عندنا حاجات كتير، يعني انا اذا ما اعرفش اعمل حاجه اروح لجوجل واسال. فازاي يعني ما نستعملش الحاجات دي والتكنولوجي في طريقه كويسه؟ المفروض نستعملها في طريقه كويسه وتجمعنا، يعني اهم حاجه ما نخليش اختلافاتنا تيجي بيناتنا. وكل الحروب على الدين،
كل الحروب على الفلوس، كل الحروب، حروب ما تستاهلش اي حاجة. ودلوقتي الناس متعذبين قوي وما عندهمش بيوت. في العراق اكتر من 3.2 مليون، 3.3 مليون، يعني ما عندهمش بيوت. سوريا متبهزلة. المفروض نحاول نخلي قوتنا كشباب في الحاجات دي، نساعدهم. طيب سارة، ايه اللي انت بتقدري تقدميه للعالم العربي؟ يعني انت زرتي سوريا، العراق، في ليبيا، لبنان، يعني الاحداث بقت متسارعه، في توترات في منطقه الشرق الاوسط، وانت بتقدمي خدمه المساعده الانسانيه، ايه اللي انت ممكن تقدميه للعرب وحابه تقدميه ايضا للعرب؟ انا على طول بقول اذا ربنا يرزقني، عندي ايمان كتير في ربنا، كل ما ربنا يرزقني انا راح اقدم اقدر ما بقدر ليهم. انا نفسي انه بلودهم ترجع تاني، نفسي انه نلاقي حل، مش بس سياسي، بس حل انه بيتهم انهدم، ما في، ما عندهمش حاجه، نحصهم ده يخاطرون في حياتهم وده يعبروا في مراكب ما تسواش اي حاجه، وممكن يخلوا يعني بين الموت، هم ده يخلون نفسهم في ايد الموت. فنفسي احنا كشباب كلنا نتعاون مع بعض، نساعدهم في القرايه والكتابه، نساعدهم في الادكيشن في الكيدز، نحاول نودي لهم كتب، نحاول نودي لهم بلانكيت، غطاء، نحاول يعني الحاجات البسيطه دي نعطيهم ليهم، ممكن يكونوا يعني مبسوطين ولا فرحانين. ايه الدول اللي انت بتتمني تقدمي فيها المساعدات خلال الفتره الجايه؟ هو الناس كلها غلبانين والناس كلها محتاجة مساعدات. أنا بحب أقدم طبعا للنازحين، عشان ما بتخيلش أنه أنا لما أنام في سريري في الليل وأبص مهما كان السرير أنه أنا في أمان. بالتأكيد. وباكل وبشرب، نفسي أنه أقدم لهم الأمان اللي أنا بحس فيه. فما فيش دولة سبيسيفيك، يعني ما فيش دولة خصوصية أنه بحاول أقدم لها دي. والحاجة التانية اللي نفسي أقدم لها إنه ما ننساش الشباب، الشباب بدها تشتغل والشباب بدها تروح، نفسي إنه أقدم لها فرصة عمل كويسة، عشان في ناس كتير تروح وتدرس، وساعات لما تخلص دراستها ممكن يكون دكتور، ممكن يكون في السياسة، في الحكومة، أي حاجة، ساعات تحس إنه ما عندهمش الفرص الكويسة. فنفسي أنه أعمل حاجة أنه بقدر أقدم لهم الفرس العمل دي. طيب سارة، أنت في زيارتك، خلال زيارتك لمصر، كان ليكي تعاون مع المجتمع المدني، قمت بعدد من الزيارات، أعتقد جمعية المسجونات وأيضا دار أيتام. إيه رؤيتك لوضع المجتمع المدني، وإيه اللي أنت بتحاول تقدميه أيضا للمجتمع المدني في مصر؟ اول حاجه انا مبسوطه قوي في مصر، عشان لما انا عايزه اقدم حاجه لمصر، في انستتيوشنز، يعني في جمعيات كتير موجوده انه اتواصل معاها بسهوله، وبرضو يعني يوصلوني مع ناس تانية ممكن عايزه اتعامل معاها. انا دلوقتي بقيت الروتري هليوبوليس النزهة، بقيت أتعاون معاهم وهم يبعتوني في عدة بعثات، وممكن نروح الأردن ولبنان نبعت كتب ليهم. ومصطفى هو البريزيدنت بتاع هليوبوليس النزهة، يعني عرفني في دكتور نوال، دي بتاع رعاية السجناء وأطفالها. يعني تخيل دول ناس مسجونين، بس مسجونين على حاجة، يعني مثلا تشيك ما دفعتهاش، ما دفع يعني تشيك ولا كده، وهي عيلها لازم يبقوا بالسجن، ممكن حد قال لها تمضي على تشيك ديون والوصولات والشيكات. نعم. يعني دي حاجة بسيطة، دي طبعا اللو، يعني القانون، القانون يعني قانون، بس بنفس الوقت احنا لازم نحاول نساعدهم. فدكتور نوال بتشوف الحالات اللي عندها، ازاي نحاول نساعدهم، ندفع لهم فلوس. احنا وروتري اعطينا بطاطين، عملنا دونيشنز بطاطين، يعني بنحاول نساعد different حاجات، طرق مختلفة. نعم. فروع مختلفة. وبرضو حملة الدم دي حاجة مهمة لي قوي، انا بعمل هناك مع الحكومة حملة الدم
يعني هناك نتبرع، وأنا بتبرع شخصيا، ونفسي إنه الشباب يروحوا يسألوا يتبرعوا، عشان شوية دم منك كل 3 أشهر ممكن تنقذ حياة. فأنا وروتري هليوبوليس النز هذا نعمل حملة دم كبير هنا في مصر. تمام. طيب لو يعني انتقلنا من الأعمال الخيرية والإنسانية، رجعنا معاكي للفن، انت ليكي مشاركة في السينما البريطانية خلال الفترة القادمة وأيضا في السينما المصرية. لو بدأت بالسينما البريطانية، الأعمال اللي انت هتشاركي فيها خلال أو بدأت المشاركة فيها وتتعرض خلال الفترة القادمة؟ احنا عندنا 3 أفلام، It's The Levelers, Deadline and Queen Isis، أفلام مختلفة بس كلها أكشن وفيها خطف وفيها مغامرات وفيها حاجات حلوة، كل حاجة مختلفة وكل دور مختلف. إن شاء الله في 2016 و2017 يخلص تصويرها. هناك السيناريو يختلف من مصر. مصر السيناريو هنا ضحك أكتر، كوميدي أكتر، فيعني أنا مبسوطة أنه بقدر بشارك في الاثنين. طيب أنت المشاركة في السينما المصرية هي أول مشاركة ليكي؟ أول مشاركة لي. طيب لو تدينا تفاصيل عن المشاركة، ويعني بالنسبة لك كان إيه المختلف بين المشاركة في السينما البريطانية والسينما المصرية؟ بس تفاصيل أول عن المشاركة. أوكي، أنت عارف عشان قلت الفيلم اسمه جوز هندي، The S Productions عاملينه، وأول حاجة المنتجين كويسين قوي، The S كويسين قوي، أنا مبسوطة منهم قوي. وطبعا مصطفى شعبان هو صديق وصديق عمل، وهو يعني رشحني للدور، وده دور حياتي، عشان كان طول عمري انه بحلم انه اجي واشتغل في مصر، عشان السينما المصرية هي الاصل. فبجد مصطفى شعبان حقق احلامي، والدور حلو قوي وكوميدي، وفي تصوير في الهند، فيعني في حاجات حلوة قوي، كوميدي اكشن، وانا مبسوطة قوي يعني انه اول حاجة اعملها في مصر يكون مع حد يعني بقاله 20 سنة في السينما المصرية. مصطفى رهيب، وعلى طول يعني يعلمني طريقتكم ازاي، فيعني حلو قوي. طب في مشاركة في الدراما التلفزيونية الفترة القادمة، رمضان القادم ولا لا؟ لا، في رمضان ده برضو مصطفى راح يجيبني في المسلسل بتاعه Guest of Honor، ضيفة شرف، وانا مبسوطه قوي عشان برضو راح يعلمني ويقول لي ازاي الدراما ماشي، فهيكون حاجه حلوه ان شاء الله. ساره، انا بشكرك على الحوار الجميل، وقبل ما نختم، صح المعلومه اللي بتقول ان انت بتبحثي عن الارتباط بشاب مصري؟ انت خلاص كده. انا هم MBC سالوني، قالوا لي انت ممكن تتجوزي شاب مصري؟ قلت لهم طبعا، عشان دمهم خفيف والناس كويسين، بس انا يعني طبعا. طبعا. تمام. ساره ارتشر، ملكه جمال بريطانيا العام 2014 2015، انا بشكرك شكرا جزيلا، وبنتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. ثانك يو فيري ماتش فينا. ثانك يو. نورتينا. ثانك يو. ومشاهدينا الكرام، كنا مع حضراتكم في هذا اللقاء مع ملكه جمال بريطانيا. في النهايه بنشكر حضراتكم على طيب المتابعه.